أولا شكرا للقناة الدار، هذه الإصلاحات اللي يمكن إلى تلج الصدر ديال كل المكنسين، لأنه طال الانتظار منذ سنوات منذ عقود وحنا في انتظار الإصلاحات هذه. هذه المبادرة الملكية المهمة والمميزة الورش الملكي تسمي المدن العتيقة، شفنا مدن يعني اليوم عندها تقدم ملموس، مراكش الحمراء، مدينة الرباط، مدن فاس وغيرها من المدن الأخرى. فبالتالي أنا الأول أن تأخذ المكنس مكانة الطبيعية من المدن السلطانية اللي عندها تاريخ كبير مع المولى إسماعيل، وهذه الأسوار هذه شاهدة على التاريخ الذي انطلق منذ القرن 17. فبالتالي هذه بادرة محمودة، نتمنى أنه تكون الإصلاحات عميقة ليس الإصلاحات ترقيعية كما جرت بذلك العادة منذ سنوات. نتمنى أن نشوفوا مكنس في حلة باهية تواكبوا التطور اللي تطورت ونجوم المدن على مختلف ربوع المملكة من طنجرة الشمال للقويرة منارة الجنوب. اكيد اكيد انه تغيير المورفولوجي ديال المدينه مع الحفاظ على الموروث الثقافي ديال الاسوار غادي يعطينا دليله عميقه لانه يمكننا تكون مكناس في مجموعه المدن اللي عندها استقطاب سياحي. اليوم اللي كينقص مكناس هو استقطاب سياحي، اللي كينقص مكناس هو مجموعه ديال المصانع اللي يمكن لها تشغل يد العامله. مكناس عندها ارث، عندها طاقات، يعني جات في واحد الموقع استراتيجي. وبالتالي تنظن بانه الاصلاحات اذا كانت في مستوى تطلعات الساكنه المكناسيه هذا ما يكون الا يبشر بالخير، ونقول مكناس ستعود الى حاضره المدن المتميزه التي كانت على عهد مجموعه من المدن الاخرى. بكل صراحه الاصلاحات فهمتي طال انتظارها، يعني منذ سنوات حنا نشوفوا الاصلاحات. مجموعه ديال الابواب كانت معلقه، مجموعه ديال الابواب كان الاصلاح فيها منذ اكثر من سنتين توقفت الاشغال ودائما نجهل الاسباب. اليوم اتمنى صادقا ان هذه الاشغال هذه وان انطلقت اليوم ان تكون هناك استمراريه ويكون هناك صوره نهائيه حتى نقطع مع ذلك الشك الذي كان يساورنا منذ اشهر خلت. شكرا. درجات في وقتها نظرا للمدينه اللي كتعاني واحد التهميش وواحد الاهمال مقارنه بالجهه. الجهه ديال فاس مكناس يعني كانت فيها واحد الجهود اللي هي ملموسه زعما مقارنه بالجهات الاخرين، ولكن كتظل مدينه مكناس مهمشة، وهذا الإصلاح جا فوقته يعني كنشوفوه مزيان للمدينة. بطبيعة الحال السياحة خصها بزاف ديال المسائل باش نحركوها. مثلا هاد الأسوار وهاد المؤهلات اللي تتزخر بهم مدينة مكناس خصنا نبينوهم كيف ما تنقولوا باش ننتظروا السياح. فوالا سيرتو ملي كطيح مثلا الشتا ولا تيكون واحد التساقطات ديال الامطار وهذا، ودي سيرتو ديال البرد، الاسوار تيكونوا كيتعرضوا بحال هاد المناظر هكايا. بصح غنكونوا فرحانين حيت السياح غادي تحرك المدينه، والزوار جداد غتحرك المدينه، تحرك التجاره، تحرك بزاف ديال الحوايج. نشوفوا الاصلاحات بحال هذا الشكل. ما كرهناش يكونوا متكررين، يعني شاك كل عامين يكونوا واحد الاصلاحات بحال هكا. لا الحمد لله، لا كاين مبادره مزيانه يعطي واحد الجماليه للمدينه وتنقات القضيه. الحمد لله مزيان الامور، لا غتعطي تبدل مكناس، غتبدل واحد النظره اخرى عاوتاني. بالنسبه للسياحه يعني غادي يولي اقبال، مزيان السياحه تكون مزيانه. لا الحمد لله مكناس دابا راه غادي مزيان، غادي كيتقدم مزيان الحمد لله. كاين اصلاحات، كاين الميزانيه تبارك الله ديال 80 مليار اللي كنسمعوا راه خدام مكناس ان شاء الله راه كيتقادم. مبلغ مهم هو الكبير في المدن في المغرب تقريبا. حتى الاصلاحات ولاو كيبانوا؟ كيبان، لا غادي ان شاء الله، غادي الامور كتقاد ان شاء الله. سيدي مستمرين هاد الاصلاحات غتنفع المدينه مستقبلا. بطبيعه الحال واحد الوقت غادي تكون واحد الوقت غادي يكون المغرب جديد، غتكون المدينه جديده. تا هو راه غادي، تا هو راه كيتدرج، تا هو راه غادي تا هو المهم غادي. هاد الاصلاح هذا مزيان بالنسبه لمدينه مكناس، وبالنسبه لهذا الشيء اللي غادي يديروا هنا الشارع هذا هو اللي باقي ما عرفناش كيفاش غادي يكون.
غيبدل المنظر نتاع لا غادي يبدل المنظر وتنقص المساحه نتاع نتاع المساحه تنقص المساحه ديالها ما غاديش تبقى كبيره كما هي وما غاديش يبقاو ذوك الحوايج ذاك التخربيط ذاك اللي كاين تما لا اصلاح جاي فوقته جاي مزيان غير هما هادشي ديال القهوه الفوقاني انا باقي شنقول خصهم يتحيدوا وصافي ربما دوك المنظر ديالهم المنظر ديالهم تيخسروا المنظر ديال السور ما الاصلاح ديال السور تبارك الله راه مزيان هنا والثالث تحت راه هو عابطين مع تيصلحوه كل شيء مزيان بالنسبه لك انت كذلك انا كذلك هادشي راه مزيان الله يسخر داكشي راه يكون غيكون زوين صغير غير تكون الخدمه مزيانه والاصلاح مزيان والسلام اييه اللي يجيو يزوروها تولي راه مدينه سياحيه حتى هي بهاد الاسوار وكذا وهذه بعد ما تصلحات مراكش وفاس وفاس وتصلح هذا ضريح ديال مولاي اسماعيل ومع كذا هذه راه مزيان الله يسخر هذا الاصلاح تنشوفوه جميل وتيشرف المدينه وتيشرف الساكنه ديال المدينه وتيشرف البلاد وكنتمناو حنايا هاد الاصلاحات وهذا الشيء تعم البلاد كامله ويكون عندنا وطن جميل وطن فيه الصيانه السلامه الصحيه الطرقيه السلامه ديال هاد الاثارات هادو لانهم منبع رزق ديال بزاف ديال الناس كقطاع دابا حنا كنهضروا على قطاع ديال الكوتشي حنا كنخدموا اكثريه مع السياح مع الاجانب هاد الاصلاح حنا عجبنا ولكن كاينين واحد السلبيات رحنا عايشين فيهم الناس اللي ما غيكونوش مضرورين من ناحيه العمل ديالهم غيعجبهم الحال انا براسي عاجبني الحال انا كيكونوا غاديين معايا سياح في الكاليش لا سياح اجانب ولا سياح ديال الداخل ديال المملكه ديالنا كيشوفوا داك الاسوار مهمشه مكرفصه راه كيبقى فيهم الحال انا اصلاحنا عاجبنا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي